لا تعاشر البذات والمال تالي، سمعناها بصوت سعدون جابر وأنغامها فسرت حال الأحزاب السياسية المشكلة من احتجاجات تشرين بعد تفرقها بالقيادة والتحالفات وتوحدها بالأهداف بعنوان اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة. ليش وشنو؟ هسه نعرف. بعد نهاية احتجاجات تشرين الشعبية ومرور أشهر على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شكلت أطراف كانت مشاركة بالاحتجاجات أحزاب وحركات سياسية هدفها المشاركة بالانتخابات البرلمانية المبكرة اللي تحددت بشهر تشرين الأول المقبل حتى تحقق التغيير بالخارطة السياسية وجذورها المتفرعة من العام 2003. بس دقيقة، بعض الأحزاب الجديدة من شافة الروج أعلى منها وسلطة المال والسلاح بيد الأحزاب صاحبة الامتياز بتشكيل الحكومات قررت التحالف ويا بعضها، والدليل تحالف قوى الدولة اللي يزعم السيد عمار الحكيم ويدير منصب رئيس المجلس القيادي به زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، ويضم أحزاب من تشرين لكن وعلى طريقة بالوجه مراية وبالقفة سلاية. أكو جهات كشفت عن معلومات بها اتهامات تقول بعض أحزاب تشرين تبعيتها للأحزاب التقليدية، والسبب التغيير اللي صار بعد احتجاجات تشرين جبرها على تشكيل أحزاب عناوين شبابية حتى تحتفظ بمكاسبها الانتخابية، يعني نفس الطاس ونفس الحمام. صحيح بعض الحركات عقدت اجتماعات ومؤتمرات تأسيسية لتوحيد خطابها، لكن بأول اختبار بينت النوايا. شلون؟ مقتل الناشط إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء بشهر آيار الماضي دفع 17 حركة وتجمع مسجلة باسم تشرين لإعلان موقف موحد بمقاطعة الانتخابات والعملية السياسية. بس دقيقة، السالفة ما طولت وبعد ساعات من نشرها بمواقع التواصل طلعت بيانات موقعة بعناوين مختلفة تنفي شمولها بقرار مقاطعة الانتخابات، والسبب صناديق الاقتراع الوسيلة الوحيدة للتغيير، واللي ما يصدق يرجع للأرشيف ويشوف موقف أعلنته حركة نازل آخذ حقي وحركة امتداد بالمشاركة بالانتخابات بمرشحين قالت عنهم مستقلين. لكن القيادي بالحزب الشيوعي جاسم الحلفي أعلنها بعبارات صريحة وقال مقاطعة الانتخابات قرار اعتراض سياسي على التشوهات اللي رافقت التحضيرات وخاصة بتأمين البيئة الانتخابية الضرورية، وكملها إذا اكتسب هذا القرار تأييد شعبي واسع راح يوفر إمكانية ردع سلمي تفض مضاجع طغمة الحكومة، وختمها بتوقعات تتعرض تحركات المقاطعة لهجوم تقود قوى السلطة مثل ما يقول. هنا الناشط المدني أحمد الوشاح دخل على الخط وكشف معلومات عن توجه لتعطيل الانتخابات بعشر محافظات. احنا ماضين بموانعة الانتخابات لا مقاطعة، ماضين بموانعة الانتخابات وإفشال اليوم الانتخابي. إذا أنت عندك إرادة تشريعية شباب تشرين اللي على مدار سنة وسبع أشهر قتلتوهم وجرحتوهم وسوفتوا مطالبهم وشيطنتوهم، ما راح يخلون انتخابات تصير أبداً. يعني ايش راح تسوي؟ يعني ايش راح تسوي بالدقيقه سيد علي؟ يعني شنو الخطوه اللي ذاهبين لها؟ انتخابات ماكو، كيف من الان سيد علي باي طريقه انتخابات ماكو لكي لا تدان يا سيد احمد؟ شلون ماكو انتخابات؟ انت دا تقول ممانعه وراح ننزل وراح نمنع اجراء الانتخابات. ماكو انتخابات بأي طريقة؟ انتخابات عشر محافظات عراقيه راح نفشل اليوم الانتخابي بيه. هاي عرفناها، لكن استعدادات أحزاب تشرين لعقد مؤتمر للمعارضة شنو قصته؟ لأن أكو أطراف بأحزاب تشرين تقول المؤتمر اللي راح ينعقد بالعاصمة بغداد هو الأول من نوعه بعد 2003، وجدول أعماله بتركيز على مناقشة أربع محاور تتعلق بالبدائل السياسية والاحتجاجية والقانونية والخروقات بمجال حقوق الإنسان وعمليات القمع والاقتيال للناشطين. يعني القضية محسومة، ويجوز غياب الأمن الانتخابي وكثرة المال السياسي وغياب الموقف الحكومي بمواجهة السلاح المفلت يمكن ترجع أحزاب تشرين الساحات الاحتجاج. حتى بعدها نرجع ونسمع. لتعاشرين بالذات والمال التالي.